اهلا وسهلا بيكم في قناة بوشتي كروشيه. هنكمل مع بعض النهارده الورده دي او الشكل ده من الورد بطريقه بسيطه وسهله. اربع بتلات، طريقته سهله قوي وبسيطه. هنعمل عقدة الدايرة السحرية، وهرتفع تلاتة سلسلة، هقفل الدايرة السحرية شوية. انا هنا عملتها من اربع بتلات بس، انتي ممكن تكبريها وتعمليها من خمسة او ستة حسب ما انتي عايزة شكل الوردة. انا عملتها كده علشان في الفيديو جاي ان شاء الله هلزقها في توكة، هتبقى شكلها جميل. عملت الدايرة السحرية وارتفعت تلاتة سلسلة، هعمل جوه الدايرة تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد كده، تاني غرزة عمود كده، دي تالت غرزة عمود بلفة. يبقى كل اللي انا عملته، عملت الدايرة السحرية وارتفعت تلاتة سلسلة، بعد كده عملت تلاتة غرزة عمود بلفة، دلوقتي هرتفع تلاتة سلسلة واقفل جوه الدايرة بغرزة منزلقة كده. دي اول بتلة معايا، هعمل البتلة التانية بنفس الطريقة، ان انا هرتفع تلاتة سلسلة وهشتغل جوه الدايرة تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وهرتفع تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، وهدخل جوه الدايرة برضو واعمل غرزة منزلقة كده. دي تاني بتلة معايا، هعمل تالت واحدة برضو بنفس الطريقة، ان انا برتفع تلاتة سلسلة وبدخل جوه الدايرة السحرية وبعمل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده برتفع تلاتة سلسلة وبقفل بمنزلقة في الدايرة السحرية. تاني اخر واحدة هعملها، برتفع تلاتة سلسلة وبعمل جوه الدايرة تلاتة غرزة عمود بلفة كده، واحد كده اتنين كده تلاتة، وبرتفع تلاتة سلسلة وبدخل جوه الدايرة السحرية وبقفل بغرزة منزلق كده. عملت الأربع بتلات مع بعض، هقفل الدايرة السحرية بالفتلة اللي هي اللي أنا سبتها ورا، هشدها بالشكل ده كده. وهرتفع هنا غرزة سلسلة كيب، مقص هقص الخيط الزيادة واسحب الخيط بالشكل ده كده. هقفل الدايرة كمان شوية من ورا، هجيب الفتلتين دولي هربطهم في بعض عشان بس التأمين للشغل، تثبيت للشغل. هجيب مقص هقص الخيط الزيادة من ورا، هنا عملت وردة من أربع بتلات، طريقتها بسيطة وسهلة.
ممكن تلزقيها على طوق، ممكن تستخدميها تلزقيها على طوق بتدي شكل جميل قوي، توك سادة او توكة سادة عادية، او ممكن تستخدميها في تزيين مشغولات. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.